حتى الجعفري صار له هواية بدا يحكي يا أخي. ناشفة الوضعية مثل الاقتصاد العراقي والله العظيم. يمم وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري وجهه شطر القاهرة. يجول وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري في دول الجوار عاقدا اللقاءات ومدليا بالتصريحات المستغربة. خلال استقباله وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري ورئيس ديوان الوقفة عبد اللطيف الهميم. سلم وزير الخارجية إبراهيم الجعفري ملك الأردن عبد الله الثاني خلال لقائهما في عمان رسالة خطية من رئيس الوزراء حيدر العبادي. بالنسبة للرسائل، الرسائل تتضمن عكس سياسة العراق وما كتبه الأخ رئيس الوزراء للرؤساء وأبلغناهم بالرسالة. اليوم ضمنا باللقاء مع دولة رئيس الوزراء السيد تمام، معي الأخ دكتور هميم. أنت رايح تفتر حتى تودي رسائل؟ ما فضيتوها بمسج بتليفون يعني؟ من هاي اللي هيك موديها؟ زين ما ناسي شيء بهذا حوارك؟ قمقم عقلا الشهوة مارد أي شيء؟ ماكو شيء؟ زين خلينا نفرها شوي. هسه احنا شغلتنا هذه. زين اوكي، بس الجعفري رايح كوزير خارجية مفهومة انه يعني شغلته يقنع العالم، هو دبلوماسية وشغلات طيب هو يقنعهم. المهم عبد اللطيف الهميم رايح وياه شنو؟ ثيرد ويل يعني هذا؟ هلا وانا الجعفري وزير الخارجية وهذا رئيس ديوان الوقفة السني، ما ادري جبناه بس شكله يفتهم، شافني دا اسافر فقال اجي اجي اجي. يحب السفرات البلوشي هو، بس ممل جدا بالسفرة من نطلع غير يعني. كل ما نطلع صار هاي الحالة، خاصة من جيل مصر. شيخ انا رايح للغردقة، لا حرام. زين شارع الهرم، لا حرام. زين شرم الشيخ، شيخ اوكي حلال. استاذ عبود ليش ما تعوف الرجال روح وحده؟ ترى السفر متعب يا اخي، شيل جنطه وحط جنطه وهدايا ومدري، وانت عندك مدرش قد بالوقف السني وكلهم لازم ميزانيه الدوله توديهم هدايا. اقعد شوف القناه واطلع بيها واحكي براحتك. وبمناسبه القناتين اللي عندك، اي ما شاء الله قناتين 5 و5، احكي لي انت ليش مرات تسكت وما تحكي كل الحقيقه وعندك قناتين فضائيه؟ ساعات ساعات انت تكون مضطر للصمت. ماكو في جوفي، بس اذا سمحت لي، في صدري هواء ساخن حقيقه ووجع في قلبي، لكن يعني سأقول لك هذا سأقول لك شيء واحد ساكتمه. لا 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 تكتمه، اطلقه بعيدا بعيدا هناك وبالهواء، او يمك الجعفري اطلقه عليه راح يدوخ ويرجع لحالته الطبيعيه واحنا نقدر نشتغل. فكما تعرف يا أستاذ، عند كبت الهواء الساخن داخل جسم الإنسان يتأذى ويتحول إلى سموم داخلية، فدير بالك على نفسك لا تكتم أبد. مرة أنا بمصعد واحد وياي ما أعرفه، شكيت عنده هواء ساخن داخل جسمه، بس ليش سوى ما كتمه، الله يذكره بالخير صايم. صحيا غلط واحد يكتم أخي. زين يا ترى هو الجعفر ليش اختاره وياه حتى يأخذه وياه هاي الفرة؟ شنو الشيء اللي يخليهم ذون الاثنين يصيرون أصدقاء؟ أنت شاعر وثوري ومتفائل، لمن كتبت الشعر وعلى من ثرت؟ السؤال الكبير. أنا الأمانة ثرت على دوما أكره الظلم للأمانة، سواء ظلم المحتل ظلم أي هذا، أنا ثرت على كل أنواع الظلم. صح، أنت كلش تكره الظلم وكل أنواع الظلم. حلو، هاي صفة مشتركة بين الجعفري وبين الهميم، اثنينهم يكرهون الظلم كل شهوة. بعد شنو الأشياء اللي خلتهم يسافرون سوا وزادوا ملح وطلعوا وروحوا وجاي؟ لمن كتبت؟ كتبت للجمال الحقيقي. أنا يعني أعشق الجمال، أعشق الجمال، وساعات يجوز هذا من ساعات في لحظات التجلي أحس أن الكون يعزف سيمفونية من أروع، في نسق كوني رائع من أروع الجمال في هذا العالم. لحظة بس خلي أفك شفرة اللي نقال هسه.
هو يكتب للجمال بساعات التجلي مال الكون اللي يعزف بها السيمفونية في نسق كوني رائع. طوني ثانيتين بالله أصدق. هسه افتهمت. هي حد يكمل، انا هم عندي سيمفونيه حاليا. بري مرات مو بس اسمع سيمفونيه، اشوف حصونه تطير وذيابه تلحقني وذبانه تحكي واشوف مش استغفر الله استغفر الله استغفر الله. هذا البصوره هذا تدري هسه دا ابدي اربط وافهم ليش انت وجعفر صرتوا اصدقاء. كمل حجي كمل. حتى الشلال المي، حتى النهر عندما يجري، حتى النخلة، يعني كل شيء يتحول إلى وظيفة في نسق كوني رائع من الميتافيزيقية. يعني صح صح صح، أنا هم أشوف مرات ميتافيزيقية وشلال المي بالمقلوب. صحيح صحيح صحيح. هس افتهمت ليش الجعفري اخذ ودز عليه جو المسؤولين كلهم دي يسوي كاستنج الجعفري تجارب اداء يجي قعدهم. اجى عامر الخزاعي باع عليه قال تفضل اطلع برا وجهك مو مال دبلوماسيه ابد. اجى الحجي اول ما فات ميتافيزيقية الكون. الله الله انت صديقي. الله تجي المصر تجي رايح المصر اني. وعلى سيرة الميتافيزيقية وعالم ما بعد الخيال، تتخيلون اليوم الذكرى الثاني لاحتلال الموصل من قبل داعش؟ مبروك للحكومة، مبروك عافتهم سنتين، مبروك مبروك لدول التحالف والمستشارين الأجانب كلهم كلهم إلا واحد الجنرال ميجر اللي والله والله ما أجيب اسمه لو أعرف أترك هالبرنامج وحوله برنامج مسابقات. والله حبيبنا الجي أم مولاي هذا بكيفه، يريد يحرر ما يريد، يريد يحمي عرض ما يريد، بكيفه حر هو. هذا مو خط احمر، هذا حائط احمر. المهم بس حبينا نبارك للحكومه انه داعش اليوم راح يحتفلون بالسنه الثانيه لاحتلال الموصل اليوم 10/6، فعادي على راحتكم اذا تحبون تدزون وفود للدول العربيه، اذا تحبون تعاركون على مود التكنوقراط، اذا تريدون تتناقشون حول قانون الطيور المهاجره، على كيفكم ما مستعجلين احنا. واحنا دائما هيك نعوف العالم بيد داعش بعدين نجي نذبها براسهم مثل ما صار بالفلوجه. خلينا ميتافيزيقيه، نشوفكم بعد الفاصل.